وفي مصر أيضا أعرب مختصون في مجال المال عن تفاؤلهم إزاء آفاق الاقتصاد الصيني، وأشاروا إلى أن الصين قد تلعب دورا محوريا في عملية تعافي الاقتصاد العالمي. هل كانت متفائلة عن اتجاه التنمية في الصين؟ أكيد طبعا، أكيد الصين نمرة 2 في العالم، من أقوى الدول في العالم اقتصاديا، ومن ناحية التبادل التجاري عندها سياسات اقتصادية ممتازة، سياسات اقتصادية مرنة في الفترة الجاية تقدر ترجعها إلى أحسن ما كانت عليه وأحسن نسبة نمو تحققها. الصين الحقيقة على منطلق على محور التبادل التجاري من أقوى الدول اللي في العالم. لما يتفتح الطيران والمصانع يؤدي إلى كسر الحاجز على وقوف العديد من الصناعات اللي توقفت في العالم كله، هيؤدي إلى ازدهار الصناعة، هيقلل من البطالة، يؤدي لزيادة الاستهلاك. وبالتالي أنا شايفة الحقيقة إن الصين هيبقى ليها دور كبير جدا في الفترة الجاية في انها تخفف من اثار الركود الشديد اللي العالم بيعاني منه في الفتره الجايه، وبالتالي يبتدي بقى النمو. هياخد وقت ما فيش شك، مش عمليه بتاعت يوم ولا اتنين ولا شهر، ولكن هيكون ليه تاثير كبير.